يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن اكتر عملية لو قام بيها شريك الحياة بيفتح باب للسعادة واسع على حياته، وهو باب الصداقة الزواجية. الصداقة الزواجية معنى لازم ندرب الناس عليه، ولازم نمتنه في قلوب الناس، ولازم نأكده، لان كل ما كنا قادرين ان احنا يبقى فيه صداقة زواجية كل ما ده كان باب من ابواب السعادة والهنا والفتح. خليكم تعيشوا بالصداقة الزواجية، وسهل ان انتوا توصلوا للصداقة الزواجية لو عملتوا السباعية اللي احنا تكلمنا فيها، اللي هي جودة الحوار، وبعد جودة الحوار على طول عدم التنكيد والمساندة والدعم. وكمان مع المساندة والدعم لازم يبقى فيه ايضا احترام للخصوصية، ولازم كمان مع احترام الخصوصية يبقى فيه تقبل، ولازم مع احترام الخصوصية والتقبل لازم يكون فيه حفظ للأسرار. وكمان نشفع ده بان احنا نتشارك في القرار، ومحدش يستأثر بالقرار وهو عنده صديق بيصدقه، وبينهم مصداقية، وبينهم كمان حالة من حالات كمان التصديق. إذا عملنا ده احنا بيتنا في أمان، بيتنا في فتح، بيتنا في بركة، بيتنا مفتوح على جمال المودة والرحمة. يا رب الهمنا التوفيق، ونكون من أهل هذه الصفة اللي انت يا مولانا فتحت بيها علينا أبواب السعة والسعادة وكمان السرور وكمان الهنا. اجعلنا يا ربنا دائما في نظرك وفي محل نظرك بجمالك يا جميل، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.